استلافات لي غنتني هذا الموضوع اللي غادي نناقش على مستوى المجالات اللي كتهم الشباب المغربي. في البدايه كنقول بان الشباب الاستقلالية هي اعرق الشبيبات الحزبيه على المستوى الوطني، حيث ان المؤتمر ديالها كان في 1965، 65 سنه ديال تواجد الشباب الاستقلالية على المستوى الوطني، ولها الشرف كمنظمه شبابيه سياسيه ان يكون الرئيس الشرفي ديال المؤتمر هو المفروض جلالة الحسن الثاني رحمه الله. اذا هذه المنظمه منظمه عريقه بتاريخها، عريقه بأعمالها، عريقه في كل شيء. انا غنحاول نجاوبك على السؤال السي ابو كلب فيما يتعلق بما قامت به الشباب الاستقلالية. المؤتمر الثالث عشر ديال منظمة الشباب الاستقلالية اللي حضر له أكثر من 7000 شاب وشابة على المستوى الوطني، كتواجد أغلب الأقاليم، إلى ما قلت بأن كتواجد أقاليم كل هذه المملكة المغربية، أكثر من 263 فرع ديال الشباب الاستقلالية اللي كتواجد بربع المملكة. منظمة الشباب الاستقلالية تتكون من أكثر ولا كتضم أكثر من 7 جمعيات وطنيه اللي كتعمل تحت اللواء ديالها، منها الشبيبه المدرسيه، جمعيه البنات، جمعيه فتيات المبيعات والكشاف المغربي، وجمعيه الشباب الشهيره، وجمعيه التربيه الوطنيه، التربيه والتنميه. هاد الجمعيات اللي معروفين على المستوى الوطني والشهاده. كما كتعرفوا منذ انتخاب القياده الجديده لمنظمه الشباب الاستقلاليه، عملنا على ان اجتماعات المكتب التنفيذي يكونوا ماشي غير في المركز، ماشي غير الرباط، المركز العام للحزب الاستقلالي. الاجتماعات كانوا خصهم يكونوا كلهم في الجهات باش نرسخوا المنطق ديال الجهويه المتقدمه، وما يبقاوش الاجتماعات كلهم يبقاو في المركز. اذا المنطق ديال التمركز درناها حنا كشباب استقلاليه، ومنها خرجنا بادوات اخرى اللي كانت عندها راهنيه كبيره منذ انتخاب القيادة الجديدة، واللي هاد الندوات كانوا بطبيعة الحال عندهم واحد النفع كبير على الشباب المغربي ككل، واللي كنا كنخرجوا بهم باستنتاجات وباقتراحات اللي كنا كنمدوا بهم الفريق البرلماني، لا في المختلف لا في مجلس النواب ولا في مجلس المستشارين. بطبيعة الحال الشباب الاستقلالي نظمت جامعات تكوينية بجميع الجهات، 12 جهة اللي كانوا كيتأطروا فيهم أكثر من 300 شاب وشابة في كل جهة، باش كنوصلوا لواحد المجموعة ديال 3600 شاب وشابة اللي تأطروا على المستوى الوطني في ظرف وجيز منذ المؤتمر إلى 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 الوقت ديال الجائحة. المواضيع اللي كانت في هاد الدورات التكوينية أو في هاد الجامعات التكوينية، بطبيعة الحال إدارة الحملة الانتخابية بحكم بأننا كنا قبل الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية، والمناهج والآليات ديال مشاركة الشباب في الفعل السياسي، وبطبيعة الحال القيادة والكاريزما. حنا كنعرفوا بأن الشباب المغربي اللي كيخاف في العمل السياسي خاصو يتأثر وخاصو يتكون، بطبيعة الحال وكنوجدوه باش يكون قائد ان شاء الله في السنوات المقبله. على المستوى الدبلوماسي بطبيعه الحال الشباب الاستقلالي بمعيه هذا اعتراف يعني بمعيه الشباب الاتحاديه والشباب الاشتراكيه قاموا بادوار كبيره جدا بالنسبه للدبلوماسيه الموازيه. الشباب الاستقلاليه شاركت في العديد من المؤتمرات الدوليه اوروبيا، افريقيا، امريكا اللاتينيه، جميع القارات ديال العالم، وشاركت في واحد المؤتمر مؤخرا اللي انتخبنا فيه نائب رئيس ديال الاي واي ديو. الاي واي ديو هي اتحاد الشباب الديمقراطي الدولي، وهذا الاي واي ديو هي 80 شبيبه، هو اتحاد 80 شبيبه على المستوى الدولي ديال الشبيبات الوسط، فشخص الاخت مروه الانصاري
وكذلك تم انتخاب المنظمة كنائب لرئيس اتحاد الشباب العربي في شخص أخ إبراهيم جدود. وبطبيعة الحال كانت هناك مجهودات مكثفة من أجل باش نسترجعوا المكاتب ديال المنطقة ديال المغرب لما عادش تجربة شبيهة كثيرة في المنظمة العالمية للشباب الديمقراطي أو في دائرة العمل العالمية للشباب الديمقراطي. ومشينا حضرنا في المؤتمر الأخير ديال في قبرص وحاولنا باش نسترجعوا المكاتب. إذا هذا دور كبير اللي كتقوم به الشبيبة الاستقلالية على مستوى الدبلوماسية الموازية، كما استقبلنا مؤخرا الكاتب العام للشبيبة الاشتراكية لإسبانيا اللي كتنتمي للحزب العمالي الاشتراكي وهو الحزب الحاكم لإسبانيا. هذا الشيء كامل كنديروه كشبيبات باش نعرفوا بمشروع ديال الحكم الذاتي، وعنده واحد هدف معين هو باش نضيقوا على أعضاء الوطن بطبيعة الحال، باش ما نخليوش الكرسي الفارغ، لأن كتعرفوا بأن الشبيبة الرسمية هذه الدبلوماسية الرسمية هي مهمة، ولكن الدبلوماسية الموازية اللي كتقوم بها لا جمعية المجتمع المدني ولا الأحزاب السياسية ولا الشبيبات الحزبية حتى هي عندها واحد الأهمية كبرى وقصوى في المجال. أثناء الحجز الصحي كما كتعرفوا بأن الشبيبة الاستقلالية تكيفات مع بسرعة مع الإكراهات ديال الحجز الصحي، وكان صباغ لعقد الندوات عن بعد، وهادشي بشهادة الجميع. كما قمنا باجتماعات المكتب التنفيذي عن طريق عن بعد بطبيعة الحال بشتى الوسائل، واجتماع اللجنة المركزية كما قاموا به باقي الشبيبات الأخرى حتى هما كانوا عن بعد. واستضفنا في الشبيبة الاستقلالية قيادات بارزة لا على المستوى الوطني ولا على المستوى الإقليمي ولا على المستوى الدولي، على سبيل المثال الرئيس السابق للجمهورية التونسية الأستاذ منصف المصوخي. وبالنسبة لخطوة مهمة قامت بها أخرى، خطوة مهمة قامت بها الشبيبة الاستقلالية هو إمداد، وهذا إحنا كنهضرو على الخطوات في أرض الميدان، هو إمداد السلطات المغربية بلائحة للمتطوعين تتكون من 2600 متطوع متطوعة باش نعاون السلطات المغربية على ذلك في حملة التوعية وفي المساعدة الإنسانية اللي كانت تقوم بها الدولة المغربية. بعد رفع الحجز الصحي قامت الشبيبة الاستقلالية في أول اجتماع سياسي بزيارة معبر الكديرات لنساندنا ونهنئ القوات المسلحة الملكية العملية اللي قامت بها بفتح معبر الكديرات، وقمنا باجتماع للمكتب التنفيذي، وكان هناك بلاغ ناتج عن هذه الزيارة، بلاغ تاريخي للشبيبة الاستقلالية واللي أشادت بالعمل اللي قامت بها القوات المسلحة الملكية. الشبيبة الاستقلالية كذلك شاركت بمعية الشبيبات الأخرى أو قامت بحملة للترافع من أجل المحافظة على تمثيلية الشباب في المؤسسات التشريعية، وقمنا بإعداد لورقة ترافعية واللي كان تفهمات آنذاك واحد مفهوم خاطئ ما فيها بس نطرقوا لها الإخوان كي نحكوا دابا ما فيها بس، ولكن ما فيها بس نطرقوا لها، وكاين اللي شار لها بأنها ريع. للأسف حنا كنا في الشبيبة الاستقلالية كنترافعوا بمعية الشبيبات الأخرى على تمثيلية الشباب، ماشي في البرلمان ماشي في مجلس النواب، ولكن كنا كنطالبوا برفع تمثيلية الشباب في المجالس المنتخبة على المستوى المحلي وعلى المستوى الجهوي، لأننا كنعرفوا إلا مشينا للجماعات المحلية وأنا رئيس جماعة وعضو في الجهة ديال دار البسطات كاتب المجلس وكنعرف أش تنقولوا بأن هناك غياب شبه تام، وهذه الحقيقة من غير إلا كانوا بعض الاستثناءات، غياب شبه تام للشباب داخل المجالس المنتخبة. إذا كنا كنطالبوا بآلية باش نعززوا تمثيلية الشباب داخل هذه المجالس المنتخبة.
لان وقبل الانتخابات التشريعيه بطبيعه الحال قمنا باصدار واحد المذكره لجميع الفروع بطبيعه الحال المسانده للمرشحين لحزب الاستقلال بجميع فروع المملكه. اذا هذه مبادرات كثيره نجم حتى 20% منها باش نعرف بما تقوم به الشباب الاستقلاليه منذ المؤتمر الى الان، وشكرا.